تدين وزارة خارجية مملكة البحرين استمرار ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران في إطلاق الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة بشكل ممنهج ومتعمد تجاه المنشآت والأعيان المدنية بالمملكة العربية السعودية الشقيقة، مما يعرض سلامة المدنيين الآمنين لخطر كبير في انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني. وإذ تعرب وزارة الخارجية عن إدانتها لإطلاق ميليشيا الحوثي طائرة مسيرة اليوم تجاه مدينة خميس مشيط لتؤكد وقوف مملكة البحرين مع المملكة العربية السعودية في كل ما تتخذه من إجراءات رادعة لحماية أمنها وسلامة أراضيها مطالبة المجتمع الدولي بموقف حازم تجاه الأعمال الإجرامية التي ترتكبها هذه الميليشيات في السعودية